الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل يقول: هل هناك دعاء يقال عند النزول في البر؟ نعم، هذا الأمر من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها عند نزوله في أي منزل أيا كان، سواء في البر أو في غيره. ولذلك جاء في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها تقول أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. يعني هذا حديث عظيم، وهو يدل دلالة واضحة على أهمية هذا الدعاء. الناس كثير منهم يذهب إلى أي منزل وينزل فيه ثم يتضرر بنزوله، ولذلك هو يغفل عن هذا الدعاء. ولذلك جاء في هذا الحديث أن من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا. ولذلك هذا المقصود فيه عام، سواء للنزول في البر أو في المنازل أو في الأماكن الأخرى أو حتى في صلاة الانتظار، إذا نزل فيها فإنه يقول هذا الدعاء. يقول: إذا نزل هذا المنزل قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، يعني لم يضره أي شيء. لو كان نزل أي أمر في هذا المكان وأي ضرر فإنه لا يتضرر بإذن الله تعالى، ويقول هذا الدعاء. يقول هذا الدعاء، أعوذ بكلمات. لذلك قال منزلا، وهنا نجد أن قوله منزلا هنا هو نكرة في سياق الشرط، فجاء ذلك دليل على العمومية أنه عام في أي منزل كان. ولذلك ننبه على المسلم سواء عند نزوله في منزل في رحلة أو في نزهة أو لو كان جلس وقتا قصيرا، المقصود أنه لا ينسى هذا الدعاء. يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، سواء من الهواء أو من ما ينزل أيضا، سواء أيضا ربما يكون من الريح وغيرها أو الضرر الذي يحصل أحيانا عند أيضا ذهابه للرحلات أو في غيرها. ولذلك أيضا لو نسي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا ثم قال ثم تفيد التراخي، تفيد التراخي، أنه لو أنه نسي، نزل ونسي هذا الدعاء ثم تذكر بعد فترة بعد ساعة أو أكثر من ذلك، إنه يقول هذا الدعاء. أحسنت. يقوله ولو أنه يعني لم يقله في أول نزوله. فلا شك أن هذا الدعاء فيه فضل، وفيه أيضا مما يصرف عن المسلم الشر والأضرار، لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه هذا. فلا شك أن مثل هذه الأدعية يجب على المسلم أن يحرص عليها، وأيضا أن يعلمها أيضا لأولاده، وأيضا يذكرهم بهذه الأدعية، لأن فيها الخير وفيها النفع. نعم.